مكالمة أخرى معنا سعاد من تيزنيت. ألو سعاد. ألو سنة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك لالا ختك، شكرا لك. يا ربي أمين، حنا وانتم ما شاء الله. مرحبا لالا سعاد. غدا نعطيك واحد الخبز ديال الطوست معمر، كيجي رائع. إيه واخا. عندنا إن شاء الله واحد الذكية ديال خبز الطوست. وكناخذوا واحد جوج ديال دابا القياس اللي غادي يعمر لينا هذيك الباكية كلها. عندنا واحد جوج ديال الفلفلات. خضرين هكا كنا كيكونوا مغسولين وكنقطعوهم مربعات رقاقين. عندنا جوج ديال البصلات متوسطين حتى هما كنقطعوهم حتى هما مربعات رقاقين. عندنا جوج ديال المطيشات حتى هما محيده لهم الزريعه ومنقين من القشره ومقطعين حتى هما مربعات رقاقين. عندنا قبيصه ديال الابزار وقبيصه ديال الملح، واحد سميتو الحك ديال الطون حيد منه الزيت، صفي من الزيت واخا. ايه، وعندنا تقريبا واحد جوج معلقات ديال زيت الزيتون. وعندنا الفرماج راه بلا ما نذكر الاسم ديالو، داك اللي كيكون بحال المربع، بحال هذاك هو راه كيكون في الباكيه، وهو بحال المثلثات اللي كنستعملوا في الاكل ديالنا العادي. هو راه كيكون هذا، هذيك ديك النص كيكون فيها جوج ديال المربعات كبار، كنديروا وحده كنحكوها. واخا صافي، كنحكوها وكنخلطوا الكل. كنجيبوا الخبز ديال الطوست وكنعمروه تقريبا، راه نعمروه مزيان. كنحطوا في الوجه ديالو، ماشي نديروا معلقه ولا نديروا تقريبا قياس واحد ثلاثه المعالق ديال الحشو. صافي، وكنعمروهم وكنسفوهم في الطاوه ديالتنا وكندخلوهم الفران. ايه حتى كيطيبوا. ملي كيطيبوا داك الشيء صافي، كنشدو نديروا عليهم، نزيدوا عليهم واحد شويه ديال الفرماج او نزيدوا عليهم واحد الشخطيطات ديال زيت الزيتون. صافي، وكنقدموهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ايه نغيروا شويه، واحيانا كيبقى لنا هذاك الخبز ديال التوست، هذه فرصه اننا نعمروه بهذه الطريقه.